قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. من هذا المنطلق ولد من رحم التحديات مشروع تعاوني بين 9 منظمات محلية، سعيا لغرس بذور السلام والتماسك المجتمعي في ربوع دير الزور، حيث شكلت كل منظمة لجنة مجتمعية تتألف من 12 عضوا من الأشخاص الفاعلين وذوي الرأي والكلمة. وظيفة هذه اللجان هي العمل على فض النزاع بين الأفراد المتخاصمين في المجتمع، والعمل على حل القضايا المتعلقة بالإرث والدم والقضايا الاجتماعية أيضا. مشروع فض النزاعات عبارة عن 9 منظمات، كل منظمة شكلت لجنة مؤلفة من 12 عضو، تم اختيار هؤلاء الأعضاء من ذوي السيرة الحسنة والقبول الاجتماعي والأشخاص المفتاحيين في المناطق المستهدفة. لجان فض النزاع في دير الزور تلعب دورا حيويا في بناء السلام والاستقرار المجتمعي من خلال حل الخلافات بين الأهالي بالتفاهم والحوار. تسهم هذه اللجان في إلغاء العنف وبناء بيئة آمنة تؤدي إلى استقرار المجتمعي. إذا الجريمة بدأت منذ أول فجر البشرية. وبحسب ما ذكر الشاهر لكاميرا دير الزور 24، هذه اللجان منذ انطلاق المشروع عملت على حل أكثر من 130 قضية من مختلف القضايا الاجتماعية في مناطق عملها، امتدادا من ناحية الكسرة غربا وحتى مدينة الشعفة شرقا. منذ بداية المشروع حتى اللحظة تم حل أكثر من 130 قضية عن طريق هذه اللجان. تشمل هذه القضايا قضايا الثأر، قضايا الملكية، قضايا الإرث، قضايا الأراضي، قضايا مجتمعية عامة. مشاهد دير الزور مثل ما قال تو أولى. نحن والله اليوم لحدين، زاد اليوم منظمتنا زادين، زاد جمعتنا زاد، نشكرها. من مشكور الناس لم يشكر الله. طبعاً اشتغلنا في هذه اللجنة على أساس هناك كانت توجد قضايا قديمة حاولنا أنه نصلح بين الناس، والحمد لله توفقنا بذلك. قضايا قديمة أثرناها وأصلحنا بين أصحابها، وقضايا حديثة إن وجدت بعض القضايا الحديثة قضايا أصحابها أجوا لجأوا لعندنا وحليناها، وبقضايا بدون ما يجونا ووقفنا واكبنا الحدث أثناء وقوع الحدث وقبل وقوع الحدث، واكبنا الجماعة وحلينا قضاياهم. تمثل هذه المشاريع التزاما جادا نحو بناء مستقبل مشرق يسوده السلام، حيث يمكن للأفراد أن يعملوا يدا بيد صوب تحقيق تماسك اجتماعي دائم. لجنتنا الحمد لله أنه تركت أثر إيجابي بالمنطقة اللي احنا فيها. صار أي قضية تصير أي كذا يحاولون أصحاب القضية يتواصلون مع لجنة فض النزاعات مدينة الشعفة، واللجنة بدورها تلتقي مع كل طرف على حدة وتقارب وجهات النظر وتحل القضية. شباب ضاعف اليوم متحج على أمنك كأنك ما تعرفه، كأنه مو أمنك. الله يرضى عليكم. شباب ضايع 24 ساعة، واسأل الله يا أخوان يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد. لا توقفون على الإقالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.